قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. أيها الأبناء، خذوا بهذه النصائح، فإذا أخذتم بها استقامت حياتكم، وكنتم على رجاء العافية في الدنيا والآخرة. أطع أمك وأباك في كل ما به أمراك، ما لم يكن معصية خاطبهما بلطف وأدب، انهضلهما إذا دخلا عليك، حافظ على سمعتهما وشرفهما ومالهما وعرضهما، أكرمهما وأعطهما كل ما يطلبان، شاورهما في أعمالك وأمورك، أكثر من الدعاء والاستغفار لهما. إذا كان عندهما ضيف فاجلس بقرب الباب وراقب نظراتهما، لعلهما يأمران بشيء خفية. اعمل ما يسرهما من غير أن يأمرك به، فهذا إذا أمر به قلل من شأن المسرة. لا ترفع صوتك عاليا أمامهما، ولا تقاطعهما أثناء الكلام، ولا تجادلهما في أمر. وإذا كنت على يقين مما أنت عليه فحاول أن تقنعهما بالحسنى، فإن أصر على رأيهما فلا تعاندهما ولو كان على خطأ. وهذا كله إذا ما يتعلق بأمور الدنيا، وأما أمور الآخرة فيبين فيها الحق برفق. لا تكذب على أبويك، ولا تأخذ شيئا لم يأذنا بأخذه، لا تسافر إذا لم يأذنا لك. إذا كنت مبتلا بمعصية كالتدخين مثلا، نسأل الله العافية، فلا تفعل تلك المعصية أمامهما وإن سمح لك بذلك. لا تزعج أبويك إذا كانا نائمين، وتذكر حديث الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة حبسا في الغار، وأن أحدهم توسل إلى الله تعالى بعمل صالح يخص بر أبويه، وأنهما كانا كبيرين، وكان يأتي إذا راح من رعيه بأغنامه فيحلب، ثم يأتي بالقعب يجعله على يده ويقف حتى يشرب. فتأخر مرة ثم جاء فوجدهما قد ناما، فظل قائما عندهما واللبن على يده والصبيان يتضاغون حوله حتى استيقظا. لا تفضل زوجتك ولا ولدك على أبويك، ولا تلومهما إذا عملا عملا لا يعجبك. لا تحمل عليهما بفضل عقلك، فربما آتاك الله علما وعقلا وكانا جاهلين، فربما تكلما فأضحك الناس بكلامهما. فلا تبتئس، لا تضحك بحضرتهما إذا لم يكن ثمة سبب للضحك. لا تتناول طعاما مما يليهما، ولا تمد يدك إلى الطعام قبلهما. لا تنم ولا تضطجع وهما جالسان، ولا تجلس قبل أبيك، ولا تمشي أمامه، ولا تسميه باسمه، ولا تمد رجلك أمام أبويك، ولا تجلس في العلو ويجلسان في السفل، ولا تمشي بجانب أبيك في الطريق، بل تأخر عنه قليلا إلا إذا كانت الطريق مخوفة، فحينئذ تتقدم أنت ردءا له وحياطة وحفظا. لبي نداء أبويك مسرعا إذا نادياك، ولا تصاحب غير رجل بار بوالديه، وإياك وصاحب العقوق. نسأل الله البر ونستعيذ به من العقوق. أعجبك الفيديو؟ لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.